النهارده على شاطئ المندره في مناسبه او حدث مهم جدا، هو قيام احدى الجمعيات الاهليه بتقديم عمل زي ما احنا شايفين، عمل رائع جدا، هو تنظيف شاطئ من الشواطئ الهامه والشواطئ السياحيه المحترمه ومساحتها كبيره في محافظه اسكندريه. الجميل في المبادره دي بتاعت الشباب ان هم ما كلفوش الدوله او ما كلفوش المحافظه حاجه، هم نظموا نفسهم، خدوا عهد على نفسهم ان هم ينجزوا المهمه، لهم مهمه ولهم هدف معين، وهو الوصول بالشاطئ الى اعلى مستوى للنظافه. زي ما احنا شايفين هم مقسمين نفسهم كويس، عددهم كبير، مجهزين. احنا بنرحب بيهم وبنرحب باي مبادره من اي جمعيه اهليه بتستهدف اسكندريه وجمال اسكندريه، وبتستهدف اضافه اي شيء جميل للمحافظه، لان فعلا زي ما احنا بنقول اسكندريه تستاهل. يعني المشروع بتاعنا فكرته الاساسيه ان احنا نعمل ريسايكلينج لاي حاجه في حياتنا، نعمل كونسيوم لاي حاجه في حياتنا، ازاي نقدر نقلل الاوفر كونسومشن بتاعنا، سواء في الوقت، للجهد، الصحه، الفلوس، المال والبلاستيك. هدفنا الاساسي ان احنا نقضي على البلاستيك خالص اللي بيلوث المحيطات. زي ما حضرتك شايف احنا النهارده الايفنت بتاعنا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ان احنا ننظف شاطئ اسكندريه، شاطئ المندره، واخدين مساحه حوالي 1 كيلو متر بننظف الشاطئ كله من اي مخلفات، اي بلاستيك. وكمان في معانا غواصين نزلوا الميه وابتدوا ينظفوا البحر نفسه من البلاستيك، علشان الكائنات البحريه ابتدت بنسبه كبيره جدا تتاذى، وكتير جدا من الكائنات البحريه بتاعتنا بتموت بسبب البلاستيك، وبسبب ان الناس بترمي وهي مش بتاخد بالها ان هي بتضر نفسها في الاخر. كل ده بيعود علينا في الاخر. هدفنا الاساسي من المشروع ان احنا نوصل فكره نقلل استهلاك البلاستيك بتاعنا، نعمل ريسايكلينج لاي حاجه في حياتنا، اي حاجه في حياتنا نقدر نستفيد بيها، مش شرط ان احنا نرميها.